وهلا والله اصدقاء بنهال، شايفين السيارة معلقة. يعني اللي صمم المخرج هنا واحد احسه غبي. تعرف ايش معنى غبي؟ شوفوا كيف الان ما نعرف كيف اخرج. نرجع السيارة شوي بعدين ترجع عليها، بدك تمشي عليها فوق تمشي على طول. دحين السيارة معلقة، لو رجعت ورا حتحك زيادة، لو قدمت حتكمل. طيب شوف احط راجع زولي. طيب اللي صار الان انه البطانة شايفين انشقت، وهنا كمان، وانحكت بعض الاجزاء في الاسفل، لكن الحمد لله يعني ما صار شيء كبير. يعني مثلا هنا الكنداسة لو صار فيها اي تهريب مشكلة. وهلا والله. طيب جيت عند ميشلان، زي ما انتم شايفين السوسو بنغير لها الكفرات الخلفية، لانه زي ما انتم عارفين في الفترة الاخيرة صرت اعاني من كذا رجة خفيفة، ونفس الوقت اسمع صوت ونة. فجيت كشفت عند الشباب، قالوا انه دعسة الكفرات هنا فيها بطنة جافة. اللي بنسوي الان حنغير الكفرين الخلفية اليمين واليسار، ونفس الوقت نسوي حركة الاكس. الكفرات الامامية بنحط ورا، بس كيف الطريقة؟ الكفر اللي هنا جهة السواق حنحط في الخلف جهة الراكب، وجهة الراكب الامامي حنحط هنا في الخلف. طيب هذه هي الشركة روديستون، كل سنة اغير طقم. شوفوا مواصفات الكفر، عندك هنا كفاءة الطاقة متوسط، التماسك في المياه very good. وعلى البركة كذا ركبنا كفر جديد، زي ما شايفين نفس نقشة الوكالة وكل شيء. طبعا الان جالسين نعبي هواء النيتروجين هنا الجهاز. طيب الان جالسين نرصص ترصيص الكتروني. زي ما شايفين هذه الكفرات الخلفية، وفي نسبة رجة 25، فبنسوي له ترصيص الان الكفر هذا والامور تمام. واهم شيء خليه ينفخ لكم الهواء على الكفرات كلها، لان تعرف تجمع وصاخ وزي كذا هنا، فافضل شيء ينفخ لكم هواء. طيب الخطوة التالية انكم تسجلوا الكيلو. يعني مثلا السيارة كم ماشية الان؟ 183,828، وتسجلوا التاريخ عشان لما تيجوا تغيروا الكفرات مرة ثانية تعرفوا الكفرات ماشية معاك تمام ولا في مشكلة. بتعرف يعني قديش الكفرات هذه خدمتك، كم كيلو. الخطوة الأخيرة والمهمة إنك تسوي وزن للأذرعة وللمقصات، كل شيء، عشان الكفرات بتعيش معاك أطول مدة.
لان لو في حذفيه ولا شيء السيارات شو اسمه الكفرات بتنمسح معاك في مده قصيره، وكذا انت خسرت فلوسك على الفاضي. طيب شيكنا على الكمبيوتر تمام، الان قاعدين نظبط الوزن، كان في هنا شويه انحراف فالان جالسين يظبطون الوزنيه. طبعا بالنسبه لحركه الاكس انك تحط الكفرات الاماميه للخلف بس بشكل عكسي تمام، تسويه كل كم؟ كل 15، كل 15، كل 10000، كل 20000 زي كذا. طيب في شغله مهمه جدا، اللي حاب يعرف كفرات رودستون كم الضمان؟ ضمان سنه على العيوب المصنعيه. جميل جميل. طيب اكيد بتسالوني يا ابو نهال بكم ركبت الكفر مع التركيب مع ترصيص الكتروني مع هواء نيتروجين تمام، شامل كل شيء خلاص مركب جاهز ب 340 ريال، اصدار 2019. بحط لكم صوره الان زي ما هي موضحه معاكم، كل رقم بيدل على شيء، يعني مثلا الواي بيتحمل اعلى سرعه، سرعه 300 بي اقل حراره زياده، ايه هو اعلى شيء، و اي كمان اعلى شيء في الثبات. فصراحه الكفرات انا مجربهم والامور تمام، يعني اهم شيء اي شيء تسوي في السياره تاخذ فاتوره، هنا حقك تضمن حقك بالفاتوره. هلا والله نهى، نهى ما تطالع علينا، المهم التسجيل ان شاء الله لجده دعواتكم. يا هلا والله. طيب انا الان في خط سفر تمام، الطريق هذا مره مو نظيف، في ازعاج لكن الحمد لله العزل ممتاز، الرساوة طبعا الكفرات هذه انا مجربها من اول فما يحتاج اقول لكم، لكن اللي حاب يعرف عن ريدستون ما شاء الله تبارك الله. غير كذا في كثيرين قال يا ابو نهال صوت الونة ممكن من الرومنبلي او شيء زي كذا، لا الحمد لله بشركم لا في صوت ونة ولا في رجة ولا في اي اشكالية موجودة حاليا، كل شيء راحت مجرد اني ايش غيرت الكفرات والحمد لله. طيب الحمد لله على سلامتنا، وصلنا جدة، وقفنا السوس وكل شيء. طيب مستغربين يا ابو نهال ليش وقفتها، بتعرفوا بعد شوية. طيب ايش البديل الان بتعرفوا. وهلا والله. طيب هذه هي السيارة البديلة، بس زي ما انتم شايفين في مغبرة وشو حالات حالة، فان شاء الله بنوديها مقاس المنار. بس بشكل عام عشان تفهم ايش الموضوع، انا السوسو ابى ادخلها تلميع داخلي ونانو سيراميك لبدي السياره، فاخذت السياره هذه كسياره بديله اقضي فيها اليومين هذه هنا في جده، نتمشى مع الاهل زي كذا على بال ما السياره تخلص. طبعا السياره اللي معانا اوبتيما نص فل، نص فل بس فيها مميزات عجيبه غريبه، يعني مثلا تخزين مراتب عاده ما نشوف الا في السيارات الفل كامل، ابل كار بلاي، طبعا اغلب السيارات موجود في ابل كار بلاي، بس الميزه وين؟ عندك رؤيه 360 درجه، طبعا السياره عشانها ماشيه الان فما تعطيك الا الرؤيه الخلفيه، شوفوا الان صارت الرؤيه 360 درجه. تصميم الدركسون رهيب جدا ما شاء الله تبارك الله، وعندنا هنا شفترز، ونفس الوقت يعني إعادة تصميم الأزارير تبع الدركسون، معطي كذا هداوة للدركسون نفس الوقت شكل جمالي. طبعا الدركسون يدوي، هنا عندنا فتحات التكييف، هنا عندنا التحكم بالإنارة الداخلية، طبعا هنا التحكم بمستوى الإنارة الأمامية تقدر ترفع وتنزل، هنا عندك التانك البنزين، فتح الشنطة، إيقاف مانع الانزلاق، هنا عندنا تصفيط المرايات أوتو، نفس الوقت تقدر تتحكم بالمرايات عن طريق الكهرباء يمين ويسار، هنا التأمين القزاز الخلفي، وهنا السنتر لوك، القزاز الأمامي أوتو، الخلفي عادي. بما أن السيارة نص فل فالبريك عن طريق الرجل، بالنسبة للفول كامل بتجيك البريك الإلكتروني. طيب كمعلومات مهمة أكيد الكل حاب يعرف، الماكينة 4 سلندر 179 حصان، طبعا الجير تيبترونيك 6 سرعات،
وصرفيت البنزين 13.4 تقريبا بتقييم متوسط. طبعا الشاشة قياس 6 انش، شاشة تدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ونفس الوقت النظام الصوتي بست سماعات، طبعا الفول كامل تقريبا 10 سماعات، والنظام الصوتي بيكون من شركة هارمان كاردن للسيارات الفول كامل. كسعر السيارة الفئة اللي معنا بالتحديد تقريبا 91,000، ماني متأكد لأن الأسعار ترتفع وتنزل، فالأفضل تراجع الفرع وتعرف السعر الصحيح. طيب وصلنا المطعم اللي حنفطر فيه، بس هالمطعم مشكلته المواقف، ما تحصل مواقف. سامعين صوت الجرس؟ والله صراحة صوت جميل، يعني في تطورات في الكوري. طبعا اللي سويت أخذت رقم، رقم الانتظار الحصول على الجلسة، تقريبا قدامي 5 أشخاص، فهي يعني شغلة 20 دقيقة. طيب الحمد لله أبشركم حصلنا موقف والأمور تمام. طيب الآن خليني أكمل لكم، هنا المكان المعروف اللي مثبت السرعة، تحكم بمثبت السرعة هنا. دحين خليني أحط الجير على البي. حلو. طيب شوفوا، طيب اوكي، بكل بساطة هنا الاعدادات، ومن هنا تقدر تتحكم، يعني كذا تنزل زي كذا، تتحكم باعدادات السيارة بشكل عام. طبعا بما انه نصف فالتشغيل عن طريق المفتاح زي ما انت شايفين، طبعا في ريموت كل شيء. تحكم بالوسائط والاعدادات بشكل عام، وحتى اعدادات السيارة. هنا التحكم بالتكييف، طبعا عندنا الشاحن اللاسلكي، يعني شوفوا شايفين الجوال جالس يشحن، وطبعا هنا منفذ USB عشان كار بلاي واندرويد اوتو برضو، وهنا مدخل AUX، وهنا منفذ 12 فولت. طبعا الدرج هذا يتقفل بالطريقة هذه، شكله جميل. وبالنسبة للتكييف ما شاء الله تبارك الله، ما إن السيارة نصف إلا فيها نظام كلين آير اللي هي تصفية الهواء إلى آخره، غير كذا المكيف إلكتروني بمناخين مستقلين للراكب والسائق، وعندك هنا زر الأوتو حيث إن السيارة تبرمج نفسها وتعطيك البرودة المطلوبة. طيب ليجي للكونسول الوسطي، هذا شكل تعشيق الجير، طبعا 6 سرعات توبترونيك. هنا زر الفيو زي ما شايفين، رؤية 360 درجة. هنا وضعية القيادة، طبعا عندنا وضعية القيادة الاقتصادية الرياضية المريحة كومفورت، وهنا عندك التحكم بالحساسات، تقدر تقفل وتشغل. طبعا عندنا هنا اللمسات، مو بيانو بلاك، جالسين نشوف اللي هو الفورميكا، فورميكا بلمعة، وحتى هنا طبعا هنا شكل الدرج وكذا بتفتح الدرج، وهنا شكل الطبلون بشكل عام مطرز بالخياطة، تصميمه جميل. وهذا شكل الباب جهة الراكب، طبعا زي ما قلت لكم في لمسات فورميكا. طبعا هنا عندنا اضاءات LED، اللون حلو. طبعا في فتحة سقف بانورامية، وهنا عندنا بيت النظارة. طبعا المراية فيها تعتيم تلقائي زي ما تشوفين. بالنسبة للشماسة فيها إضاءة باللون الأصفر، وبرضه هنا نفس الكلام. طبعا بالنسبة للإنارة عندنا الأوتو موجود، برضه في هنا التحكم بإضاءة الكشاف الأمامي، وهنا التحكم بكشافات الضباب الخلفية. عندنا مفاتيح التحكم بالمساحات، وكذا شكل المراية. أتوقع إذا أنا ماني غلطان الفول كامل تجي فيها النقط العمياء. المهم بنروح نفطر، مرة جوعان، وبعدين نرجع لكم. انت تخافي؟ لا. ها؟ طيب يلا اطلع فوق، يلا تعالي فوق.
ايوه شطور. ايوه يلا يلا ما تخاف، شوفني هل ما تخاف. يلا تخافي يلا ها هيا. ايوه كمان كمان تعالي قدام. ايوه كمان. ايوه يا سلام نهال ما تخاف، شفناها كمان. يا سلام جاتها الجرعة تبي تكسر كمان. هلا والله كيف ايش رايكم؟ ما شاء الله مغسلة مضيئة. يا هلا والله معليش عن الازعاج، الجو مرة حر. الميم بالعافية علينا توكلنا على الله. يا راعي البيم اعطينا طريق. ها نهال انبسطتي؟ ايوه. هاني شبعتي دحين؟ ايوه. بالعافية عليكم. انا عادة ما احب اطلع نهال ونهى، بس يلا قلنا نعيشكم الجو العائلي. اهم شيء اذكر الله يا شباب، الله يعطيكم العافيه. طبعا بالنسبه للتكييف مثلا لما نضغط الزر هذا، حلو شوف هنا اقدر اعرف اي شيء عن التكييف هنا في الشاشه. وجينا عند مغاسل المنار لان السياره مغبره ولازم دلعها. فهنا في جده ما في غير مغاسل المنار اللي ممكن يدلعوها لنا. بسم الله. ايوه وقدامنا الاختي يا ولد. يا اخي شباب مغاسل المنار احبهم للشيء هذا. جيت قلت لهم ترى في اثار غاره عندي وكذا، قال لي خرج السياره من هنا ووديها عند البخار. فالان متجهين لغسيل البخار. ما شاء الله مركز متكامل، الان بنشوف ايش اللي بيسوي بالضبط. طيب هنا معلم هيثم. يا هيثم شايف اثار الغره؟ تقدر تشيل الاثار هذه؟ ها هذا نسوي له ماده، تسوي له ماده بعدين غسيل بخار وبيزبط ان شاء الله. طبعا الان بنغسل غسيل عادي، بعد ان شاء الله بنروح لغسيل بخار. مادة منظفة للجنوب. تدرون ايش المميز عندهم في غسيل البخار؟ الماء المستخدم الماء الصحي، يعني الماء اللي نشرب منه هم يستخدمون للغسيل عشان التقليل من نسبة الاملاح عشان ما تضر البدن. نفس الوقت يضيفون مادة الواكس عشان تعطي للسيارة لمعة. طيب ما شاء الله تبارك الله العروسة جاهزة زي ما انتم شايفين. طبعا المعلم ما قصرت، بيض الله وجهك، يعطيك العافيه والله، شغل احترافي. تبي تشوفه من الداخل كمان؟ شوفه ما شاء الله تبارك الله. اللي سويناه كله غسيل بخار، بس ما شاء الله الشباب ما قصروا، لمعوها وزبطوها مره، شغل وكاله، يعطيك العافيه، شكرا لك. يا الله شوف السوسه كيف، يا الله شوف كيف صار لها. الله يعوض رعاياها بكل خير يا رب. طبعا حتقولوا انتم مجانين يا ابو نهال جالسين تتمشون في عز الشمس. ايوه نتمشى الدنيا فاضيه احسن شيء، بس ما عرفت المنطقه هذه تبع ايش. موسم جده يعني اتوقع هنا المواقف السيارات وبعدين بالباصات يوديكم لمكان الفعاليات اتوقع اذا اني ماني غلطان. منطقة المطاعم العايمة شايفين كل هذه المطاعم عايمة، يعني عبارة عن سفينة علامتنا مطعم وتروح تاخذ جولة بالساعة شيء زي كذا. صراحة المنطقة هذه أول مرة أجي وبالصدفة فقاعد أشوف أشياء جميلة جدا هنا، فعاليات وحركات. يو مين فيكم يتذكر ذا المطعم؟ رمضان كنا هنا فطرنا بدعوة من المجدوعي، بس هنا ايش الهرجة؟ اظن الدخول ممنوع. ايش رايكم؟ جدة غير يا عمي.
ما شاء الله الكورنيش كلها مواقف، شوف حتى هنا مسوين مواقف. هلا والله، انا شفت مجسمات كثيرة لكن بالشكل هذا ما شفت مجسم في حياتي. ايش دخلت السيارة هذه في الموضوع؟ شوفوا. ما شاء الله، اللي عجبني صفاوة الكاميرا وجودة الالوان ممتازة جدا صراحة. طيب بنتغدى هنا ان شاء الله، ما ادري اذا فاتحين او لا، على يعني زمان، ممكن قبل 4 سنوات جيت هنا اخر مرة. ياهو، كويس، في ناس، كويس كويس. طيب احلى شيء لما تيجي توقف في مواقف ويكون عندك هنا الخطوط فتقدر توقف بالملي. طيب الان خرجنا من المواقف، كذا شكل الاكواريوم. المطعم فاتح فبنشوف، انا احب عندهم الشوربة البحرية، فان شاء الله نفس المستوى نفس هذا. شوفوا هنا في اسماك، شوفوا هنا اسماك. ها سمك نهى، هنا نهى، هنا نهال. هذا المكان بشكل عام. المهم بنطلب الان، طبعا المكان فيه له ناس وزي كذا فما تقدر تاخذ راحتك في التصوير، لكن كذا شكل المكان بشكل عام. طيب وصل الشيء المميز، وهنا الشوربة، وهنا ديناميت شريمب. طبعا احنا تونا فاطرين فالبطن فول، بس قلنا نجي نستمتع بالمنظر هنا وننقنق. شوف هنا، شوف الاطلالة كيف، والله الاطلالة رهيبة، بس مع الشمس الان ما حد يجلس برا. اوه هنا في اكواريوم مصغر، شوفوا. طيب خلاص اخيرا وصلنا الفندق، والله تصميم غريب هالفندق صراحة، بس ان شاء الله. اهم شيء عندي اي فندق النظافة اهم شيء. الحمد لله بشركم خلاص سجلنا الدخول، ما توقعنا والله، يتخيلوا قال لنا تسجيل الدخول الساعة 6 بس، يلا مشونا دحين خلاص ننام نشوفكم.